الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير المكثف اختبار تحدب وتقعر الدالة concavity and convexity of a function test. هناك اختبار محدد يجب أن يقوم به طالب العلم خاصة في الدراسات العليا ليتأكد من أن الدالة الاقتصادية التي يتعامل معها دالة منطقية. وعلى بركة الله نبدأ. الآن يستخدم علماء الاقتصاد الرياضي اختبار التحدب والتقعر للدالة من أجل التأكد من معقوليتها الاقتصادية. أرجو أن تنتبهوا على هذا المصطلح هنا، المعقولية الاقتصادية للدالة، وسنبين بالأمثلة البسيطة القادمة أنه لابد أن تتسم الدالة بصفات معينة بالتحدب والتقعر حتى نقول عنها أنها دالة متوافقة مع الافتراضات الاقتصادية المنطقية. سبق وأن قدمت مقطعا مفصلا عن المجموعات والدوال للمقعر المحدبة والإثباتات الرياضياتية المبرهنة لكل ذلك. طبعا مثال، إذا افترض وجود دالة الإنتاج الآتي، هذه دالة الإنتاج تكون فقط من متغير مستقل واحد وهو الليبر L، هنا F of L يعني الإنتاج يعتمد على L يساوي 4 مضروب في L حجم الليبر مرفوع للقوة 0.5 أو النصف. أنا كان أقول 4 في الجذر التربيعي لL. الآن السؤال هنا، هل هذه الدالة محدبة أم مقعرة عند مثلا قيمة معينة؟ لنقول بأن عند القيمة L تساوي 5 يعني حجم العمالة يساوي 5، هل هذه الدالة محدبة أم مقعرة؟ يجب أن تكون مقعرة حتى يعني نتأكد من أنه والله أنا نتعامل مع دالة اقتصادية فيها ما يسمى بالعائد، العائد على الحجم، يعني كلما زاد حجم العمالة يصير الآن الناتج الحديد العمال ينخفض. فمن مهم جدا الآن نتأكد بواسطة اختبار التقعر والتحدب هنا. تقول نظري بأن إشارة المشتق الثاني للدالة عند القيمة L، إذن إشارة المشتق الثاني للدالة عند القيمة L تساوي 5 هي التي تحدد نتيجة الاختبار. مهم جدا هنا الآن الشرط، إذا كانت المشتقة الثانية عند القيمة، طبعا إشارتها، إذا كانت المشتقة الثانية عند القيمة المحددة أقل من صفر فإن الدالة تكون محدبة عند تلك القيمة. أما إذا كانت المشتقة الثانية عند القيمة المحددة أكبر من صفر فإن الدالة تكون مقعرة عند تلك القيمة. إذا كانت تساوي صفرا أو غير محددة فإنها نقطة انقلاب، وسأبين ذلك بالمثال القادم بإذن الله. لأن نتابع حديثنا الآن عن دالة الإنتاج، هذه التي تعتمد كمية تعتمد على حجم الليبر أو العمالة فقط لا غير، 4 في L اللي هو حجم الليبر أو العمالة مرفوع للقوة نصف. إذن دالة الإنتاج مرة أخرى، هذه دالة الإنتاج F of L تساوي 4 L القوة 0.5 المشتقة الأول للدالة. إذن هذا الآن يصبح المعامل نصف في 4، بعد نطرح من الاس هنا واحد صحيح بيطلع عندي بالحاله اف صب ال اللي هي يعني المشتقه الاولى بالنسبه لال، طبعا هنا تساوي نصف في 4 في ال القوه، ذهبت منها واحد صحيح، اذا يبقى سالب نصف وتساوي 2 ال القوه سالب نصف. الان عندي المشتقه الثانيه، لاحظوا لي مهما كانت، لانه هون الاشاره اصبحت سالبه، هاي الاشاره سالبه، اذا عندما ناخذ المشتقه مره اخرى يعني المشتقة الثانية FLL تساوي سالب نصف 2، إذن أصبحت سالب واحد صحيح، مرفوع القوة نطرح منها واحد صحيح تصبح L القوة سالب 3 على 2 اللي هي 1.5، وتساوي سالب 1 في L القوة سالب 3 على 2 اللي هي دائما وأبدا هاي مهما كانت قيمة هذه بتكون أقل من صفر. ما يعني الآن بأن لأن المشتقة الثانية سالبة أقل من صفر فإن الدالة محدبة عند كل القيم الحقيقية بما فيها L تساوي 5 دائما وأبدا، إشارة المشتقة الثانية هنا سالبة لهذا السبب فهي محدبة عند كل القيم. التمثيل البياني لها تكون كما يلي، هذه دالة إنتاج كمية العمالة هنا وكمية الإنتاج هنا، هذه الدالة اللي هي F بL تساوي 4 في L القوة النصف، لو أخذنا أي نقطتين جايات على منحنى الإنتاج هذا بتكون بالحالة هذه، نفترض النقطة هاي وهذه النقطة هاي وشبكنا بيناتهم
بكون دائما أبدا هذا الآن الخط المستقيم الذي يشبك بين القطبين تحت الدالة، وبالتالي فهي محدبة، محدبة concave، أو بكون بالحالة هاي ميل هذه الدالة ميلها أعلى، بكون أعلى يعني جاي فوق هذا، وبالتالي التحدب إلى الأعلى هنا، إذن هذه الدالة محدبة حسب الاختبار المشتقة الثانية للدالة إذا كانت تساوي أقل من صفر. نتابع الآن مثال آخر، لنفترض وجود دالة التكاليف الآتية، تحدثنا عن دالة إنتاج الآن cost function، ونرغب باختبار تحدبها أو تقعرها عند القيمة Q تساوي 6. هلا هذه الدالة F of Q كمية الإنتاج تعتمد على أو يعني الكوست هنا عفوا التكاليف الكلية F of Q تعتمد على Q تساوي 5 زائد 30 Q ناقص 9 Q تربيع زائد Q تكعيب. إذا المشتقة الجزئية الأولى هنا، المشتقة الجزئية الأولى أو المشتقة الأولى F of Q تساوي 30، هاي تذهب صفرا، هاي الآن تصبح 30 تذهب هاي واحد صحيح، ناقص 2 ضرب 9 18 بكيو، هاي تصبح المعامل بنطرح منها واحد صحيح بصير زائد 3 كيو تربيع. إذن هذه المشتقة الأولى للدالة. المشتقة الثانية للدالة هاي تذهب صفرا تصبح ناقص 18 سالب 18 زائد 6 أكس، شو إشارتها هلا إذا بدنا نعوض عن كيو تساوي 6؟ لاحظوا لي هنا بدنا نعوض لأنه طرحنا السؤال عند القيمة كيو تساوي 6، بما أن المشتقة الثانية قيمتها الآن سالب 18 زائد 6 كيو، إذا عوضنا الآن عن كيو بستة معناته ناقص 18 زائد 6 ضرب 6 36، وبالتالي هي أعلى من الصفر، تكون قيمة المشتقة الثانية الدالة عند كيو تساوي 6 اللي هي F of Q Q تساوي سالب 18 زائد 36 وتساوي 18 أكبر من صفر، إذن الدالة مقعرة كونفكس عند القيمة Q تساوي 6. ولو حسبنا عند Q تساوي 2 لوجدنا بأن الدالة تكون محدبة. لاحظوا لي سبحان الله أنه 6 كانت محدبة، هون عند 2 هنا مقعرة عفوا، هنا محدبة عند 2، هنا مقعرة هون محدبة عند 2، إذن تختلف. لاحظوا لي هلأ لأنه انتقلنا إحنا هاي التحدب ثم بعد نقطة الانقلاب أصبحت تقعر، وبالتالي الآن هذه النقطة وهذه النقطة بين هذه النقطة وهذه النقطة يعني اللي هي 6 بالحالة هاي تكون بالحالة هاي الخط المستقيم هذا جاي أعلى من الدالة، إذن يعني بتكون مقعرة بين النقطتين هذولا اللي هو مقابل الكمية 6 التي ذكرناها. الآن لنفترض أننا نتحدث عن يعني بدي المثال نفسه هذا أستخدمه وأخذ متوسط كمية الإنتاج، نتابع المثال نفسه لكن عن متوسط كمية الإنتاج، هل هي محدبة أم مقعرة؟ لاحظوا لأنه نجرب دالة متوسط التكاليف، هاي الآن دالة متوسط اللي هي دالة التكاليف لو قسمنا كل قيمها على كيو يعرف متوسط التكاليف الكلية ATC Average Total Cost بأنه حاصل قسمة التكاليف الكلية هذه F of Q على كمية الإنتاج Q، أي أن الآن Average Total Cost متوسط التكاليف الكلية يساوي 5 على Q، هذا 5 على Q زائد 30 Q على Q تصبح 30 ناقص 9 Q تربيع على Q، إذا ناقص 9 سالب 9 Q زائد هذه Q تكعيب على Q تصبح زائد Q تربيع، وتساوي بالحالة هاي 5، رفعنا هاي إلى الأعلى فتصبح 5 Q سالب القوة سالب 1 زائد 30 سالب 9 Q زائد كيو تربيع. إذن هاي الآن لو اشتقيناها المرة الأولى عفوا هسه الأفرج توتال كوست إذا اشتقيناها مرة واحدة يساوي سالب، لاحظوا لي هاي سالب تصبح إشارة هون سالب 5 بنطرح منها واحد بصير سالب 2، إذن سالب 5 كيو القوة سالب 2 ناقص 9 هذه تذهب واحد صحيح، إذن سالب 9 هاي تصبح 2 كيو، إذن هاي المشتقة الأولى. أما المشتقة الثانية فهي كما يلي، لاحظوا لي سالب 2 في 2 تساوي 10، 10 كيو لكن القوة هاي بتطرح منها واحد صحيح بصير كيو القوة سالب 3، هنا تذهب صفرا وهاي واحد صحيح، إذن 10 كيو للقوة سالب 3 هاي موجبة القيمة مهما كانت الإشارة هنا زائد 2 أكبر من صفر، ما يعني بأن الآن الدالة مقعرة عند كل القيم، عند كل القيم. هاي الآن
فعلا الافرج توتال كوست عند كل القيم دائما وابدا بتكون الداله مقعره. فلو اخذنا النقطه هذه ونقطه مقابلها هنا ووصلناهم بخط مستقيم بكون بالحاله هاي الداله اقل من هذا الخط اللي واصل بين النقطتين، بمعنى اخر انها مقعره الى الاسفل. هنا هذا مثال رائع جدا ارجو ان تتذكروا احبتي. نتابع الان عوده الى داله التكاليف الاتيه. نحتاج الى معرفه الكميه التي تؤدي الى نقطه الانقلاب inflection point، اي ان النقطه التي تغير او اللي هي النقطه تغير الداله اتجاهها، حيث النقطه التي تغير الداله اتجاهها وينها اين هي؟ تكون مشتقة ثاني الداله مساويه للصفر. اذا كانت قيمه المشتقة الثاني مساويه للصفر او غير معرفه بكون هذه نقطه انقلاب. كيف؟ لان هذه الداله الاصليه اللي بدينا منها نقطه المشتقة الاولى حسبناها قبل قليل، هذه المشتقة الثانية متى؟ الآن لاحظوا لي سالب 18 زائد 6 كيو نسويها بالصفر، إذن 6 كيو تساوي 18 معنى ذلك أنه كيو تساوي 3، إذن كيو تساوي 3 هي الكمية، كيو تساوي 3 الكمية التي تجعل الدالة تغير اتجاهها من تحدب إلى تقاعر. هذه الآن أين هاي النقطة؟ هنا تحدب ثم تأخذ بالتقاعر عند النقطة هذه، هذه نقطة الانفليكشن أو ما يسمى نقطة الانقلاب. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، أرجو أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.